وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. أستاذ شريف، يعني في أي إطار تضع الدور المجتمعي لوزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهديك. أنا أعتقد أن الصورة التي رأيناها وشاهدناها قبل قليل هي ترجمة أولا لسياسة الدولة في التوجه نحو الحياة الكريمة لكل المصريين بالدرجة الأولى. ثانيا الشق الثاني وهو الإيمان الشخصي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التقارب المجتمعي بين مختلف الفئات، بمعنى ليس مجرد أن يتم نقل مجتمعات من مواقع عشوائية إلى مواقع أكثر آدمية تمثل حياة كريمة، ولكن أيضا الدفع بقاطنين هذه المجتمعات إلى الانخراط في المجتمع، بمعنى أن يحصل كل منهم على ما يحصل عليه أبناء المجتمع بالكامل. وأعتقد أن هذه هي أولى خطوات الحياة الكريمة، أولى خطوات المواطنة الصحيحة، عدم التفرقة المجتمعية بين الطبقات، عدم وجود فوارق في التقسيم المجتمعي. هنا يجد أبناء مثل هذه الطبقات أنهم ليسوا بعيدين عن الدولة المصرية وليسوا منعزلين، بل بالعكس الدولة مش مجرد أنها بتنقل المجتمع من مكان إلى آخر، ولكنها بتحاول أن ينخرط هذا المجتمع بشكل كبير في المجتمع المصري ككل. وفي رأيي أن هذا هو إيمان شخصي من السيد الرئيس. ثم أن مبادرة كلنا واحد التي تنفذها وزارة الداخلية أعتقد أنها تراعي بعدا مجتمعيا مهما، لأن الشرطة هي أكثر المؤسسات الوطنية التصاقا بالشعب المصري. نعم، يعني الأمر ليس فقط توفير مأكل أو ملبس، ولكن وزارة الداخلية قامت يعني بدعوة براعم وشباب حي الأسمرات لمثل هذه الألعاب الرياضية والترفيهية التي يمكن لم يكن ليحصلوا عليها من قبل. إلى أي مدى بترى أن ذلك يؤدي إلى مزيد من عملية الدمج في المجتمع كما ذكرت؟ ما فعلته وزارة الداخلية في مبادرة كلنا واحد بجميع زواياها، ليست الزاوية دي وحدها، يمثل أيضا التقارب المجتمعي الكبير بين فئات المجتمع. وأعتقد أن هذا هو صلب عمل وزارة الداخلية، لأن المفهوم الشامل للأمن والأمان معا، الأمن هو الأمن المباشر، ولكن الأمان هو تحقيق الطمأنينة، بمعنى أن تنخرط كل فئات المجتمع نحو هدف واحد. وأعتقد أن ذلك هو صلب عمل وزارة الداخلية، لأن وزارة الداخلية بذلك هي تقوم بالمفهوم الشامل للأمن والأمان، بمعنى أن تعطي للمجتمع دوره الحقيقي في التآلف وفي التعارف وفي الانخراط سويا، في القدرة على أن ننظر إلى مستقبل واحد، عدم التفرقة بين مجتمعات بسبب يعني وجود يعني شرائح مجتمعية غير قادرة على أنها تدخل مثل هذه الأماكن. فبالتالي أنا لما بدخلهم بوجد عندهم فكرة أن أنت ليس لك فارق بين كل فئات المجتمع، أنت واحد منهم، وهذا هو ما يقصده السيد الرئيس. الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.